تاريخا وتوثيقا له اكثر من 30 بحثا في مؤتمرات دوليه وعربيه ومحليه، وله اكثر من 40 بحثا مشهورا اخر في مجلات محكمه، واخيرا له اكثر من مقاله ودراسه مسرحيه ثقافيه منشوره في مجلات عربيه. والرجل كما يقال في هذه الورقه التي خف وزنها وغلى ثمنها، فهو اكبر من ان نحصره في هذه اللحظات وهذه الورقه. سيعالج معنا الدكتور اشكاليه من الاشكاليات، ولنقل بدايات المسرح العربي في الجزائر، ولا ازيد فليتفضل ضيفنا مشكور. يعقوب صنوع،
ذلك كوهين وابن سليم، أنطوان شحيبر، ثم أبراهام دانيوس. أبراهام دانيوس كان في البداية لتجعله في النهاية حتى أظهر فكرة البحث. يعقوب صنوع في مصر وهو اليهودي المشهور الذي يعد رائدا للمسرح العربي منذ 1912 منذ وفاته حتى 1999 كان هذا قاد عند جميع حتى عندي انا كانت عند جميع الى ان اكتشفت ان هذه كانت مؤامره صهيونيه لادخال هذا اليهودي الى الثقافه والى العقول المصريه العربيه. وكتبت عنه عده كتب كثيره سواء كتب كامله او اجزاء من كتب انهيت فيها تاريخ هذا الرجل المغيب. خلاصه المساله ان حتى الان لم نجد اشاره واحده بل لم نجد سطرا واحدا في زمن هذا الرجل يشير انه مارس نشاط المصلحه في مصر كيف يكون رايا. هذا الامر لا بد لنا ان نلف فيه فبدات فيه كتب كتبا كثيره. نبدا بالشخص الاخر وهو ذاك كوهين وابن سليم في بيروت وريادهما كما ذكر الكتاب. ذلك كوهين حاخام يهود وابن سليم اصحاب مدرسه في بيروت قدموا فيها مصلحه مدرسيه وهو المقصود. هنا اغفلوا نوعا فكره المدرسيه ولكن قالوا انها كليه يهوديه عربيه ولها نشاط مرموق ولكن وقعوا في مزاج خطيره باعتراف المؤلفين المؤلفين قالوا انهم لا يملكوا المعلومات الكامله عن هذين الشخصين. قالوا لم نمتلك مصدرا واحدا. قالوا لا نعرف المصلحيات ذات ترجمه ام عربه. رغم كل هذه الشوائب او المسائل اقروا بهذه الرياده الى ان اكتشفت انها مدرسه اطفال حضاره منبوذه مبتذله حتى اليهود انفسهم يمنعوا عنها المعلومه. مدرسه المنتظر مدرسه يهوديه معروفه عندما تكتب تحت هذا العنوان مدرسه اسرائيل في بيروت وهي مدرسه ذات كوهين وسليم تستدعي اموال اليهود وتتعجب كيف اليهود يتركون هذه المدرسه حتى تغلق وهي مدرسه اطفال اي مسرح طفل. ثم ياتي بعدها بعشر سنوات يعني التعصب مستمر جورج زيدان في الهباب ويطلب نفس المساعده ويستبدل المصريين والعرب والمسلمين والمسيحيين بمساعده المدرسه التي ستغلق وبالفعل اغلقت. كيف هذه مدرسه اطفال تكون ويكون اصحابها وراهقان رائدا من رواد المسرح في بيروت؟ ناتي الى عملاق الكتاب انطون شحيبر في سوريا. الكتاب يحمل خمس مسرحيات 80% من اوراق الكتاب في اللغه الانجليزيه واللغه العربيه لانطوان شحيبر. هذا الرجل تحكم المؤلفان بانهم مش قادرين يوصلوا ان يهود ولا مسيحي. وضعوا شكوكا ولكنهم علموها بصوره غير علميه وقالوا لا نملك الدليل ولكن مسرحيات تفوح منها اليهوديه فهو يهودي. للاسف الشديد وقع في يد من لا يرحمهما. مقاله منشوره في مجله المختلط المجله اليهوديه يبداها انطوان شحيبر هي عباره خطابه يبداها بهذه العباره الخطابه كانت سندا اظن قويا لانتشار الدين المسيحي. يا ترى هل يهودي يستطيع ان يذكر هذه المقوله في بداية مقالة عن الخطابة في جريدة يهودية دون أن يكون مسيحيا؟ نترك هذا ونذهب إلى الدليل الأقوى. عندما صدر كتاب عرفان الدليل لصاحب اليوبيل للمطران يوسف تيبس عام 1897 لنكتشف أن الكتاب ضخم من 60 صفحة. المقدمة كتبها أنطوان شحيبر بصفته كاتب سر لجنة عرفان اليوبيل للمطران وليس من حقام. ثم يكتب سيرة ذاتية ليوسف الجبس بوصفه رئيس جمعية خيرية مارونية. والكتاب من أكمل بأكمله يفوح بأن أنطوان شحيبر هو مسيحي. وهذه النقطة اللي انتهت المؤلفين لإثبات جريته دون أن يعني يصلوا إلى شيء وكان مضطر لا يمكن أن يضحوا ب 70% من حجم الكتاب رجل مسيحي أكل يعلوه يهوديا. إلى أن نأتي إلى الإشكالية الأخرى وهي إبراهام يعني نوسف الجزائر. هذا الرجل
بالفعل ظل في ظل من عام 1996 حتى جاء الدكتور مهدوف بوروح وعاد رشد المسرحيه لتحقيق الاثر عام 2003 ومن هنا ظهرت هذه الرياده التي تنظر بها جميعا ولكل تحدث عن هذا. انا شايف الامر ان انا اعلم هذا الكتاب او هذه المسرحيه نشرت في اي كتاب ومن هم المؤلفين. عموما جينا في ندوه الشارقه العام الماضي دكتور ابو حارث الفدان تحدث عن هذه الرياده بصوره مستفيضه فقمت بالمداخله معه وابديت شكوكي حول هذه الرياده وقلت له يعني الا نسلم بها تسليما مطلقا لاننا اشك في الموالفين. ودخل في الامر الاستاذ عبد الناصر خلاف والدكتور ابراهيم نوال وبالفعل دخلنا في نقاش كبير لدرجه اني الاستاذ عبد الناصر خلاف عندما دعاني الى هذا المنتقى قلت له سأتحدث عن رياده ابراهام تنور انا اشك فيها. فقال لي جملة جميلة جدا قال نحن نسعى للحقيقة إلى الحقيقة ولا نريد غير الحقيقة إلى يوم الحقيقة. الإشكالية بين عامي 1847 و 1848 المعروف أن ريال الماضي من أهل المسرح عام 1848 حبوها في كتاب زيدان عام 1869 وضف في مسرحيات وتاريخ الرجل وشارع الرجل وكل شيء. ولكن شنو إيه ريال عندما كتب البلاد ناتي الى هذه المسرحيه ونرى المكتوب عند الغلاف. مازال المستوى وقصه العشاق من الرياض في العراق في عليك امام النوس المترجم في محكمه كذلك حوالي سنه 1847 لم ننتبه لكلمه حوالي تعود على من؟ على التأليف ام على عملي في المحكمه؟ هو عملي في المحكمه وليس تأليف. الناس اسفوا كلمه حوالي تعود الى تأليف المسرحيه. الدليل على ذلك ان في الكتاب نفسه ذكر حمود المريض وسكروف بان المسرحيه عندما كتبوها لم يجدوا بها تاريخ لنفس ولا يوجد لها مكان لنفس. فمن اين وضعنا هذا التاريخ ومن اين ذكرنا حقيقه انها منشوره في الجزائر؟ خلاصه المساله عند ابراهام دانيوز هذه هي المقوله الموجوده المؤلف الجزائري اليهودي ابراهام دانيوز أنا في صحيح كتاب المشتاق وقصر الشرق أربعة أخبار عجلية بالجزائر عام 1940 وبالتالي يكون قريبا من المسرح العربي. نعم. السؤال هل ابراهام دانيوز يهود الجزائري بالفعل؟ جميع الكتابات الموجودة في الكتاب الإنجليزي تشير على أنه فرنسي ولم يذكروا عبارة واحدة صريحة من نوع جزائري أو من أصول جزائرية. نعم سنعود الى التاريخ ونقول ان هناك فرقانات وقوانين فرنسيه تقول ان كل يهود جزائري هو فرنسي. هذه اللخبطه لكم شأنكم فيها انا لي شأن اخر. هل هناك عائله جزائريه في معنى اللغز؟ السؤال ناتي الى سؤال اهم. هل طبعت المسرحيه في طباعه حجريه في الجزائر؟ ولماذا طباعه حجريه؟ ولماذا هذا التاريخ؟ بالفعل اول مطبعه دخلت الى الجزائر كانت طباعة حجرية وعام 1847 ولكن ليس من أجل طباعة مسرحية بل من أجل طباعة جريدة المبشر وهي أول جريدة جزائرية جاءت مع الاحتلال حتى يصاب الاحتلال الفرنسي الجزائري باللغة الفرنسية واللغة العربية. السؤال الأهم أي مطبعة تدخل دولة عندما تبدأ في النشرات السياسية والأوامر ثم الكتب الدينية ثم الكتب التعليمية حتى نأتي إلى الفنون وما إلى آخره، علما بأن المسرحيات هي المطبوعات المبتذلة في هذا الزمن ولا تذكر. فلا يمكن تكون مطبوعة مهمة جاءت بها الاستعمار من أجل طباعة المسرحية. ولكن سأوافق على مطبوعة الحرب فعلا في مطبوعة حجرية ولكن ليس في الجزائر بل في فرنسا. النقطة الأهم والسؤال الحاسم هل فعلا المسرحية كتبت ونشرت عام 1847؟ لا. لماذا؟ ننظر إلى الكتاب. المسرحية قيل إنها معتمدة على كتب من التراث، كان في جوهرة كتاب كشف الأسرار دول الانتهاء الأخير كتاب سفينة الملك
أربع حقوق دراسية أنا موافق. كتاب طبعا الدولية مطبوعة من 1500 يوم يعني كمان هيجي بعد مليون يوم. لكن كتاب كشف الأسرار ننظر إلى هذا الواقع على وجه الخصوص. ماذا كتب شاكوين مريم في الدروس؟ كتب بهذا نص الأستاذ فلان الفلاني قال إذا قرر تحرير أبيع تحقيق وذكروا الكتاب واسمه وطبعا الفرنسية وعنوانه الكامل وده المرجع الوحيد. لماذا؟ من الموضوع في فرنسا واللغة الفرنسية والعربية عام 1821 حتى نقتنع بأن الغرام ده يوسف بالفعل اعتمد عليه. ذهبنا إلى نسخة فرنسا موجودة في النت بالمناسبة، أي مناسبة الإنجليزي ولا المعاصر الفرنسي ولا المعاصر العربي. مثلا نأتي لأحد التحقيقات ملاحظة بيتان من الشعر في الهامش هذه الأبيات مقتبسة من كشف الأسرار صفحة 33. نأتي من صفحة 33 كشف الأسرار يا ذلك هذين البيتين. ملاحظات على هذه على بهذه الشكل كثيرة. فمعناه إنها لم يعتمدوا على هذه النسخة، اعتمدوا على نسخة أخرى. النسخة الأخرى من كشف الأسرار طبعت في مصر عام 1859. سوف على ذلك وأقول خطأ مطبعي، إشكالية تحقيق، سأعيد إلى أهم أهمها. ديوان إنهاء زهير جاء محققا وكتب أبيات في الهامش ورد هذه الأبيات في ديوان إنهاء زهير. ديوان رجل يطبع لأول مرة، طبع لأول مرة، طبع لأول مرة ومحفوظة ما زالت النسخة في مكتبة الدرونية للعباسية في القاهرة عام 1861. كيف أن الديوان طبع لأول مرة عام 1861 ونقول إن النسخية مطبوعة ومذكورة 1847. سنأتي إلى الطلب الكبرى والأجانب الأقوى كتاب السفينة نفسه أول طباعة على طباعة حجر عام 1281 تساوي 1861 الطبعة الأولى له. كيف وصل إلى أبراهام بن يونس هذا الكتاب قبل أن يربع 10 سنين؟ أبراهام بن يونس بالفعل طبعا مصحية ألفها كما يحلو له ولكن طبع ولأول مرة بولي من طباعة الجزائر ونقول من طباعة حجرية ولكن بعد عام 1864. نأتي إلى ضرب الكتاب. الكتاب هو دعوة إلى الطبية. الكتاب انتهى بهذه العبارة، هذه تمام العبارة. يقول شمولين مولين ربما إحلال السلام بين العرب والإسرائيل قد فتح فصلا جديدا في هذه القصة من الثقافة اليهودية العربية. وهذا هو ضرب الكتاب. إما أن نتقبل من اليهود هم روادة أو نقول الطبية ونصر اليهودية العربية الإسلامية المسيحية بكل شيء. طبعا انا اعلم للاسف الشديد ان هذا هو النصف الاول من البحث. طبعا طيلة الفضل مع الفايل فساشير الى صور فقط وهو مشكله جورج هارد موجود في الكتاب ان هو جاء الى الجزائر عام 1929 لا هو جه كمان في زياره شبه سريه 1909 حتى لو لقى بصيغته فرنسيه. وطبعا في اشياء كثيره جدا فقط روسي نجاح صاحب سنه 32 مع ملاحظات موجوده مصدر الثقافه المصريه لا يعلمها الجزائريون لانها في جمعيه جمعيه طلاق وجمعيه اسلاميه استضافتها وكتبت عنها وذكرتها وهمتها لانها سافره وغير متحركه تشوف حتى العنصر. طبعا عبد العزيز السعدني اعطاها مطبات مهمه جدا لناس طبعا في المنافسه الجزائريه دليل الرحالي عام 32 من العمل الخصوصي في نقطه مهمه جدا انه اراد ان ينشر اللغه العربيه كما ينبغي في الجزائر والصحيحه العربيه طلبها هي الاخرى حتى ترجع في الجزائر. اخر جزئيه بدع مصر ونضربها بماده ولان مصر حصارات وبالمناسبه كان نجاحها كان نجاحها يعني متواصله اما بين البدع دي باهميه هذه الفرقه بالكامل جاءت الى الجزائر لكن اهمها ان الاستعمار الفرنسي حذف ومنع سكتش مصر الحديثة اللي كان جاي وإلى الثورة بعد المنع بما إثنين أصبحت نجمة في الجزائر فكانت كل التهافت على حقوقها بل والأزناع الإسرائيلية احتكرت لها الفضاء كاملا. نقطة أخيرة أو شرطة صحيحة مكملة وهي مشكلة التوصيف المعروف في الزمان القداحي على شغل وماذا في تونس ولكن قيل في الشرطة الجميلة إنه جاء إلى الجزائر ودينا بد منها من تحقيق
جاي درويش المخدرات والمسكوف في أربعة في نقطة ما قال الوزارة كذا عمل سنة تصفى وهذا ظهر مدخل مدير المهدية قيل أنها جاءت ومسألة أنا أشوف في هذا الحكومة تكون جاءت لغناء فقط طبعا يوسف طه سنة 24 جاء الفلوس جاء المغرب جاءت إلى الجزائر فرقة مصر جاءت سنة 30 دي مهمة ما كانتش واقفة عندها هل فعلا رشيد القصد المصريني أقام مسابقة للتأليف مع والله أن تحيطوني القسطنطيني القسطنطيني أنا بلاقيها للطمر وبالطمر عموما هذا الراجل هل بالفعل أقام مسابقة مسرحية في الجزائر سنة 1937 من هذا النشر هل صدق المقولة هل فعلا فيها نصوص يعني فاتت أو فشلت أو معاني في شيء خطير ومهم الفرقة المصرية طبعا جاءت لمصر في دولة الاستعمار يمنع الصحراء ويمنع محل الاستعمار من الجزائر من الصحراء تتكلم عن جهود لدول الليبيين ضد الاستعمار الايطالي والاستعباد مع المغرب ضد الاسبان وشكرا